السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفرق بين الصباب المية وخمسين والميتين، وهنعرف إزاي نقدر نفرق بين الصباب المية وخمسين والميتين، وإيه الفرق بين التيل أو الدوسر بتوع الصبابات، وإزاي نقدر نفرق ما بينهم ونعرف المية وخمسين من الميتين، بناء على طلب من أحد الإخوة المتابعين واللي كان بيسأل عن الفرق بين الصباب المية وخمسين والميتين. هنعرف الفرق في الفيديو ده هو. بس قبل ما نبدأ، يا ريت تنزل تشترك في القناة، فعل الجرس على الكل، ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ في الشرح. مبدئيا كده عندنا في الموتوسيكلات بيكون فيه موتوسيكلات 150، وفي موتوسيكلات او في تروسيكلات بتكون 200. يعني بمعنى تاني، في محركات بتكون 150 وفي محركات بتكون 200 سي سي. ال 150 بيركب له صبابات وال 200 بيركب له صبابات، ولكن مش نفس الصبابات. الصباب ال 150 بيختلف عن الصباب ال 200. طب يعني دول معانا صبابين، واحد فيهم 150 وواحد فيهم 200، صبابين بنزين، واحد فيهم 150 والتاني 200. انت لو شفتهم كده من بعيد مش هتلاحظ اي فرق بينهم، ولكن في الحقيقة في فرق شاسع وفي عدة فروق بين الصباب المية وخمسين والميتين. خلينا الأول نبدأ من حيث حجم الطبق من تحت. هنلاحظ إن الصباب الميتين حجم الطبق فيه بيكون أكبر من المية وخمسين، سواء كان في صباب البنزين أو كان في صباب العادم. يعني اللي فيه دي ده صباب بنزين، هنلاقي الطبق في الميتين أكبر من طبق المية وخمسين، والفرق واضح جدا. ده أول فرق في الصبابين. طيب نيجي للفرق الثاني. لو حطينا الصبابين قصاد بعض بالشكل ده، تمام، هنلاقي ان ارتفاع الصباب ال 150 بيكون اعلى شويه من الصباب ال 200 بحوالي ملي او ملي ونص او 2 ملي اقصى حاجه. كده اهو واضح قدامك. يبقى الفرق الثاني اللي نقدر نفرق بيه بين الصباب ال 150 وال 200 حجم الصباب، حجم ارتفاع الصباب. هنلاقي ارتفاع الصباب ال 150 اعلى من ال 200 بحوالي 2 ملي. ده الفرق الثاني. نيجي للفرق الثالث. هنبص على مكان التيل، مكان فتحات الدوسر اللي بتثبت معانا الصباب في السوست او في الطبق بتاع السوست. هنلاحظ ان الفتحه هنا في ال 150 بعد 5 او 6 مللي من بدايه الصباب من فوق، من بدايه راس الصباب من فوق بعد 5 او 6 مللي زي ما هي، واضح كده الفتحه اللي قدامك دي. ده بالنسبه لل 150. لو جينا بصينا في ال 200 هنلاقي الفتحه دي بعد 2 او 3 مللي بالظبط زي ما هو كده واضح قدامك. يبقى ده الفرق الثالث اللي احنا نقدر نفرق بيه بين الصباب ال 150 وال 200، وهو فتحة الدوسر. في ال 150 بتكون تحت شوية بعد 5 أو 6 مللي من راس الصباب، في ال 200 بتكون بعد 2 أو 3 مللي من راس الصباب بالشكل ده أهو. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الفرق الثالث اللي احنا نقدر نفرق فيه بين الصباب ال 150 وال 200. طيب نيجي النقطة تاني، الدائري بتاع الصباب ده هو، او حجم الدائري بتاع الصباب في ال 150 وال 200 واحد، مفيش فيهم اي فرق، هما الاثنين نفس الحجم نفس قطر الدائري، هما الاثنين واحد، مفيش فرق بينهم في حجم الصباب الدائري، فرق بس في الطبق، في مكان التيله، في ارتفاع الصباب. عندنا الطبق في ال 150 بيكون، في ال 200 بيكون اكبر من ال 150، فتحه التيله بتكون بعد او 5 6 مللي في ال 150، تمام. ال 150 بيكون ارتفاعه اعلى من ال 200 بحوالي 2 مللي، وفي ال 200 كذلك الامر، فتحه التيله بتكون عندي بعد 2 او 3 مللي من راس الصباب. الطبق بيكون اكبر من طبق ال 150، تمام، الارتفاع بيكون اقل من ارتفاع ال 150 بحوالي 2 مللي. ده بالنسبه لصباب البنزين. نفس الامر برضو معانا في صباب الحريق. ايوه هو نفس الفروقات. هنلاقي التيله في ال 150 بعد 5 او 6 مللي، في ال 200 هنلاقيها بعد 2 او 3 مللي. الطبق هنلاقي طبق ال 200 ده هو، ده ال 200 اهو اكبر من طبق ال 150، تمام. الارتفاع برضو هنلاقي ال 150 مرتفع اكتر من ال 200 بحوالي 2 3 مللي زي ما هو واضح قدامك كده اهو. بالنسبه للحجم الدائري ده هو واحد في ال 200 وال 150. كده دي كانت الوقت اللي انت تقدر تفرق بيها بين الصباب ال 150 وال 200 بكل سهولة. نيجي النقطة تاني، وهي الدوسر او التيل بتاعة الصبابات. في فرق بين الدوسر ال 150 وفي فرق بين الدوسر ال 200. يعني لو هتركب دي مكان دي مش هتركب،
لازم كل واحدة تركب مكانها. طيب خلينا نشوف ايه الفرق بين الدوسرتين وازاي نقدر نفرق بينهم. هنيجي اولا على الدوسرة او التيلة بتاعت الصباب 150 واللي بتكون بالشكل ده هو، وبتركب عشان تثبت الصباب. هنلاقي في تيلة او في بروز دائري في التيلة اهو من جوه اللي هو بيركب في الفتحة دي معانا. في 150 هنلاقي البروز ده او التيلة دي او الداير ده هو في 150 بيكون تحت في التيلة من تحت خالص، تمام بالشكل ده هو زي ما انت كده شايف. مش عارف هي واضحة اهو، السنة البارزة دي بتكون في الدسرة او التيلة 150 بيكون من تحت خالص في الدسرة ناحية التقويسة الصغيرة. اما في 200 بتختلف تماما، بتكون على العكس، بتكون التيلة بتاعتها او الداير اللي بينزل في التيلة مكان التيلة من فوق خالص. يبقى الدسرة 200 بتكون الداير بتاع التيلة اللي بينزل مكان الصباب هنا من فوق خالص التيلة اهو زي ما كده واضح. في 150 بيكون تحت خالص. يعني احنا لو مسكنا دول دسرتين اهم، هنلاحظ الفرق بينهم، دي 150 ودي 200. هنلاحظ ان الزيادة او الداير اللي موجود في التيلة ده في 150 بيكون من تحت خالص اللي هو ده اهو، في بروز كده في التيلة. في 200 بيكون من فوق خالص. الفايدة من كده ان احنا لو جينا ركبنا دي الدوسرة 150 اهي، الدوسرتين 150 هنركبهم على الصباب 150، هيديني مسافة خلوص بعد الدوسر دي، والمسافة دي اللي بتكون طالع بعد السوستة هنلاقي حوالي 2 أو 3 ملي اهو بالمسافة دي اهو بعد تركيب التيلة كده، التيلة راكبة مكانها مظبوط. دي بالنسبة للتيلة 150 اللي هي بتركب على الصباب 150. لو انا خلفت الموضوع، ودي بتحصل مع ناس كتير بتوه منه تيلة او حاجة ويروح يجيب تيلة تاني، ممكن يجيب تيلة 150 يركبها على 200 او 200 يركبها على 150 زي كده. يعني دي تيلة 200 على 150 مش هتنزل معاك، ممكن تقعد ساعة ساعتين ثلاثة تنزل في الصباب بالزريين او بيدك وبرضه مش هتنزل معاك، انها باختصار سيد مش هتركب. الفتحة اللي بتركب في التيلة بتكون فوق خالص، بالتالي في مسافة كبيرة فوق فمش هتركب. دي بالنسبة لل 200. اما لو جينا ركبنا الدوسر 200 على الصباب 200 هنلاقي نفس المسافة، نفس مسافة الخلوص اللي كانت في 150، وهتركب معايا التيلة مرتاحة وبكل سهولة مش هتتعبني في تركيبها. تمام، هما وهنلاقي برضو نفس المسافة سواء كان في 150 مسافة الخلوص هي او في 200. يعني كده انا مركب لك التيل على 150 و200، هتلاقي نفس مسافة الخلوص اللي بتكون بعد السوستة في الصبابين، لان كل تيلة راكبة مكانها. يبقى احنا كده عرفنا نقدر ازاي نفرق بين التيل او الدوسر بتوع الصبابات سواء كان في 200 او في 150. هنقول تاني الفتحة او الزيادة اللي بتكون في التيلة تنزل معايا في شرحية الصباب، في 150 بتكون تحت خالص، في 200 بتكون فوق خالص عشان تكون مناسبة الفتحة اللي بتكون في الصباب. تمام، يبقى احنا كده قدرنا عرفنا ازاي نقدر نفرق بين الصباب 150 و200، وازاي نقدر نفرق بين التيلة 150 و200. نيجي النقطة التانية وهي الجلد بتاع الصباب او الأرسهات بتاعة الصبابات. هل في فرق بين الجلد او الأرسهات بتوع الصبابات في 150 و200؟ لا، هي التيلة الجلدة دي بتركب على الصباب 150 و200، مفيش اي فرق بينهم. كذلك الامر في الدلايل بتكون نفس الدلايل ونفس الحجم اللي بيركب عليها الجلدة. يعني لو نزلت الجلدة على الصباب 150 هتلاقيها نازلة وماسكة كويس خالص، وكذلك الامر هتنزلها على الصباب 200 هتلاقيها نازلة برضه مفيش فيها اي مشكلة. يبقى انا كده ما عنديش اي فرق في الجلد بتوع الصبابات. كده نكون اتعرفنا على الموضوع بالكامل، عرفنا ازاي نفرق بين الصباب 150 وازاي نفرق بين الصباب 200، وعرفنا ازاي نفرق بين الدسرة او التيلة 150 بتاعة الصباب والتيلة او الدسرة 150 ال 200 بتاعة الصباب برضه، وعرفنا نحدد الفروقات بينهم عشان لو وقعنا في اي موقف او جت قدامنا حاجة كده نقدر نفرق ما بينهم. وعرفنا برضه ان الأرسية مفيش اي فرق بينه، هو الأرسية او الجلد بتاع الصباب اللي بتركب على ال 200 هي اللي بتركب على ال 150. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ورب يكون عجبكم واستفدتم منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.